يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فهذا باب المدينه تنفي شرارها باب المدينه تنفي شرارها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد يقول عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى أمرت أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى هذه القرية بقرية تأكل القرى تأكل القرى فيها معنيان المعنى الأول أنها تغلب القرى جميعها وطبعا يعني هذا مشاهد معلوم فكل السرايا التي خرجت من المدينة غلبت جميع القرى فتحت مكة وفتحت غيرها من المدن فيتغلب جميع القرى لذا قال أمرت بقرية أي أمرني الله جل وعلا بالهجرة بقرية تأكل القرى يقولون يثرب يعني يسمونها يثرب وهي المدينة استفاد العلماء من هذا من قوله عليه الصلاة والسلام المعنى الثاني بقرية تأكل القرى أي أن طعام أهل المدينة هو من المغانم التي تأتي من القرى من المغانم ومن الأسلاب جمع سلب الذي يأتي من القرى الأخرى إذن قوله أمرت بقرية تأكل القرى معناها أنها تغلب القرى وطبعا السرايا ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل السرايا يعني هزم والغزوات هزم فيها المشركون عاد احد والمعنى الثاني تاكل القرى اي ان طعامها وميراثها تاتي من الغنائم التي ترد من فتح القرى من فتح غيرها من القرى والمدن طبعا القريه هنا على الاصطلاح على اللغة العربية تطلق على المدينة وليس قرية من القرى التي خلاف المدن في الصلاح أهل اللغة قرية تطلق على المدينة ولذلك سميت مكة بأم القرى أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة يقولون يثرب وهي المدينة استفاد العلماء من ذلك كراهة تسمية المدينة بيثرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقولون يثرب وهي المدينة وأنها تسمى المدينة وكذلك سماها الله عز وجل سماها إيه؟ سماها المدينة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة فسماها الله جل وعلا المدينة إذن قول يقولون يثرب هذا فيه كراهية تسمية المدينة يثرب وقد ثبت حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني يفيد كراهة التسمية بيثرب وهو عند البيهقي كذلك
بسند حسن كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم. وإنما كرهت هذه التسمية يثرب. لماذا؟ لأنها من التثريب بمعنى الملامة. التثريب يعني بمعنى الملامة اللوم فالتسمية فيها إيه؟ فيها يعني فيها قبح في اللفظ من التثريب بمعنى الملامة واللوم. أما المدينة هي بتسمى المدينة تسمى طابة وطيبة، فطابة وطيبة من الطيب، يبقى التسمية فيها إيه؟ التسمية فيها جميلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه طابة وهذه طيبة وهذه المدينة. نعم. إذن استفاد العلماء من ذلك كراهة تسمية يثرب، ولذلك قد يقول قال طيب ما هو يثرب ذكرت في القرآن، ذكرت على لسان المنافقين، ذكرت على لسان المنافقين في الأحزاب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إذن قوله يقولون الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقولون هذا من قول المنافقين، وإلا فالله جل وعلا سماها المدينة وسماها كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ذكرنا بأن كراهة تسمية وهذه استفادوا لما كراهة تسميتها بيثرب لأنها من التثريب بمعنى الملامة واللوم، واللفظ فيه يعني ضعة. طيب وطابة، طابة وطيبة مشتقة من الطيب، طابت بساكين عليه الصلاة والسلام ومن طيب العيش فيها. طب والمدينة، المدينة فيها اشتقاقين، يعني لماذا سميت بالمدينة؟ المدينة لها معنيان، يعني من دانة بمعنى الطاعة، لأن يعني المدينة مشتقة من دانة بمعنى أطاع، وذلك لأن هي مهد الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز يعني يجتمع وينضم. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالمدينة مأخوذة من دان بمعنى أطاع، أو من مدن بالمكان بمعنى أقامة، لأنها هي دار إقامة وأقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل. إذن هي المدينة وهي طابة وطيبة، وتسمى كذلك بالدار للإقامة فيها والاستقرار بها. هذه كلها تسميات مستحبة هنا. وأما التسمية بيثرب يقولون يثرب وهي المدينة. إذن فيها كراهة تسمية بيثرب لأنها كانت من قول المنافقين. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير معروف اللي هو إيه؟ كير الحداد، الفرن عند الحداد يسمى بالكير. كما يدفي الكير خبث الحديد، والخبث خبث الشيء هو ايه؟ هو قذر هذا الشيء ووساخة هذا الشيء. فالمدينة فكما ان الكير حين تضع فيه الحديد وتشعل عليه النار فانه يخرج منه خبثه يعني شوائبه وقذارته، كذلك المدينة تنفي الناس، تطرد الأشرار منها القاضي عياض رحمه الله تعالى يقول إن هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، يقول هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فلا تأخذ هذا الحكم. وقال هذا الأزهر
والنووي رحمه الله تعالى عقب عليه وقال هذا 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 ليس الأزهر، لأن هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال، والحديث عند مسلم في صحيحه، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة خبثة. يبقى كيف يكون مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستمر إليه، مستمر إلى قيام الساعة. وفي الحديث الآخر هو أيضا عند مسلم في صحيحه، ينزل الدجال خلف أحد، هو لا يستطيع دخول المدينة، لأن مثلا قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فالدجال يقف خارج المدينة. ينزل الدجال، الدجال هو مين؟ المسيح الدجال، اللي هو الرجل الذي يعني له فتنة عظيمة، يأمر السماء تمطر فتمطر والأرض تنبت فتنبت، ويضرب رجلا ضربة يقسمه جزلة إلى قطعتين، يعني ضربه ضربة يعني يشطره شطرا ثم يدعوه فيأتيه. فتنة كبيرة جدا. الرجل ده بيدعي بأنه لو أعور، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يخفى عليكم، وإن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، يعني كده عنده جحوظ في العين، هو أعور. وإن الله لا يخفى عليكم، العور ده نقص ولا لا نقص، والله جل وعلا تنزه عن كل نقص. ولذلك استفاد العلماء من ذلك بأن الله جل وعلا له عينان تليق بجلاله، كما أن له يدان يليقان تليق كذلك بجلاله، بل يداه مبسوطتان، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كم يد؟ يدان. طيب، فينزل الدجال بقرب المدينة، هو مكتوب بين عيني كافر، فترجف المدينة ثلاث رجفات، يعني تزلزل ثلاث مرات، فيخرج منها كل كافر ومنافق، يطلعوا يروحوا فين؟ خلف الدجال، وما أكثر الدجاج إلا والله، حتى يظهر الدجال الكبير. في دجاجلة صغار، في حتى يظهر الدجال الكبير. لكن ايضا يفيدك ان الناس بتتبع ايضا دجاجله، دجال يخرج دجال فالناس تتبعه حتى يظهر هذا الدجال، فيخرج فيخرج منها كل كافر ومنافق. فلذلك الاظهر ان الخروج العام ده اللي هو خروج الكل كافر ومنافق، خروج من المدينه تمام، بان هذا يكون في زمن ايه؟ في زمن دجال. ولذلك الحديث تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، هذا معناه ان الخروج العام للاشرار والكفر والمنافقين من المدينه يكون في زمن، لكن لا يمنع ان المدينه تنفي برضك الاحد من الناس ممن عظم شره، فتنفيه المدينه، تخرجه المدينه، لان الكلام ده مشاهد الان وهيحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا المسألة؟ يبقى تنفي الناس كما ينفي الكير وخبث الحديد، معناه انها بتخرج ايه؟ تخرج الاشرار من المدينة. والخروج ده الخروج العام، انه لا يبقى فيها كافر ولا منافق، لان طب وهي المدينة فيها منافقون، وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق. طب بتروح الان وتجد فيها الروافض، شيعة الروافض، ولعلمك المدينة ثاني مركز، المركز الثاني بعد المنطقة الشرقية في التشيع، المركز الثاني. يعني مركز ثاني، يعني تجمع الروافض بعد المنطقة الشرقية القطيف والمنطقة دي بيتجمعوا في المدينة، بس كل دول حتنفيهم المدينة،
بإذن الله سبحانه وتعالى، فيخرج منها كل كافر ومنافق. إذن هناك نفي عام، وهذا النفي العام الأظهر بأنه في زمن الدجال، لكن لا يمنع أيضا أن يكون هناك نفي لمن عظم شره فتنفيه تخرج أيضا المدينة، لأن هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث ترجم فقال: باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، وأنها تنفي الناس. طبعا الناس بمعنى الأشرار. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك، والوعك اللي هو مغص الحمى، أصابه شيء من الحمى فيها مغص الحمى اللي هو وجع اللي هو الوعك بمعنى وجع في بطنه. فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. رجل بايع إيه؟ بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. طيب المبايع على الإسلام في هذا الوقت كان يلزم منها إيه؟ الإقامة فين؟ في المدينة. إقامة في المدينة، ولذلك العلماء يقولون هو بايع على الإسلام وبايع على الإقامة بالمدينة. لذلك لما قال فأتى العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، لأن لما أصابه إيه؟ لما أصابه وعك، يبقى أراد الرجل أنه يخرج من إيه؟ من المدينة، لكن لا يخرج من الإسلام. فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيله بيعته. ثم جاءه مرة ثانية فقال: أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي. فأبى. ثلاث مرات الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيله، يعني يعفيه من البيعة في الإقامة في المدينة لأنه أصابه فيها وعك. خرج الأعرابي، خرج يعني ترك المدينة وانصرف. هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيل بيعته في ثلاث مرات، النبي صلى الله عليه وسلم رفض أبى. فخرج الأعرابي، خرج من نفسه دون أن يقيله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمح له بالذهاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها. إنما المدينة كالكير، الكير اللي هو إيه؟ الفرن اللي عند الحداد. إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها. إذن القاضي عياض لما قال إن هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم استدل به في هذا الحديث أن النفي ده وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي وقوعه بعد ذلك. إذا قال لأن ظاهر اللفظ أيضا إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، سواء في زمنه عليه الصلاة والسلام أو في زمن أو في الأزمان التي بعده. تنفي خبثها يعني تنفي شرار الناس، الخبث معنى الوسق والقذر، يعني تخرج منها الأشرار. وينصع طيبه، ويبقى وينصع يعني الناصع بمعنى الخالص والصافي، يبقى المدينة بيبقى فيها أهل التقوى وأهل الإيمان ويزدادون بهاء وضياء ويقتمون بها، وتخرج إيه؟ وتخرج خبثها، تنفي خبثها وينصع طيبها. يبقى أهل التقوى وأهل الخير يمكثون بالمدينة.
تبقيهم المدينة. إنما المدينة كالكير، وهذه ليس موجودا في مكان إلا المدينة. إنما المدينة، إنما أسلوب إيه في اللغة؟ حصر. إذن دل على أن هذا الفضل يخص المدينة دون ما سواها من المدن. إنما المدينة كالكير تنفي خبثها. يا رب سلم، يا رب الواحد يعني يخرج من المدينة، تخرجه المدينة يبقى مصيبة كبيرة والله. وينصع طيبها، يبقى فيها إيه؟ ينصع طيبها يعني يبقى فيها صافيا، أي معناه أن أهل الخير وأهل الطاعة نعم فإنهم تبقيهم من المدينة لكنها تخرج الأشرار. البخاري رحمه الله تعالى بوب الحديث يقول: باب من بيع ثم استقال البيع، فهل تقبل يعني هل تقبل يعني حكم ذلك؟ والمقصود بأنه لا يقبل في مثل هذا أنه بايع الإسلام وبايع الإقامة، فلا تقبل هنا الاستقالة في البيع. طب الأعرابي ده، الأعرابي فيه جفاء الأعراب، والأعراب وسموه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، دلالة على إيه؟ على أن الرجل ده المدينة أخرجته نفته. والأعراب كما ذكر الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. احنا بنرى الآن كثيرا من الأعراب، الآن أعراب أمراء وملوك كلهم أعراب، أغلبهم أعراب، يعني فيهم نصيب كبير من هذه الآية. منهم ناس بتحارب الإسلام في كل الأرض، شيء عجيب والله. أولاهم الله عز وجل نعما، لكن هم يحاربون دين الله جل وعلا في كل مكان في العالم، الله المستعان. فلهم نصيب من هذه الآية. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها طيبة. يا سلام، إنها الهاء ده ضمير الشأن. إنها طيبة، طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. إنها طيبة يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، وطبعا طيبة من إيه؟ من الطيب، يعني لأنه يطيب العيش فيها ويطابت بساكنها عليه الصلاة والسلام. إنها طيبة، وفي رواية إنها طابة، يبقى طابة وطيبة والمدينة هذه أسماء شرعية، أسماء جميلة للمدينة بخلاف يثرب. إنها طيبة تنفي الخبث، يعني تنفي الأشرار، خبث معنى الأشرار، تخرجه من المدينة كما تنفي النار خبث الفضة. البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. يقصد ان الخبث ده انها تنفي ايه؟ تنفي المنافقين عن المدينة. وهذا كله يدل على فضل المدينة وعلى فضل الإقامة بها وفضل الصبر على لأوائها وجهدها ومشقتها، كما مر علينا في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه مسلم في صحيحه، وليس هنا لكن رواه مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام: من صبر على لأوائها أي جهدها ومشقتها وضيق العيش بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. يعني هنا باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، يعني أهلكه الله عز وجل. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. إلا الماع يعني ذاب، والمقصود الماع المقصود بالذوبان هنا ايه؟ الهلاك. اذا توعد الله عز وجل اي احد يقول: لا يكيد اهل المدينه احد كائنا من كان، جيوش، امم، لان احد هنا نكر في سياق النفي،
لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما يلمع الملح في الماء، يعني إلا أهلكه الله عز وجل وأذابه الله عز وجل كما ينماع، أي كما يذوب الملح في الماء. ولذلك الرواية التي عند مسلم إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، الماع يعني إيه؟ يعني أذابه الله عز وجل. الله أكبر. البخاري رحمه الله يقول، وهذا يدل على إيه؟ على اسم والذنب العظيم لمن أراد سوءا لأهل بأهل المدينة. يا رب سلم. باب البخاري رحمه الله تعالى يقول باب اسم من كاد أهل المدينة. لأن طالما في هذا 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 الوعيد العظيم يبقى دل على إيه؟ دل على أن من أراد الكيد بأهل المدينة فهو أهلكه الله عز وجل، والعقوبة دي هتنزل بأي واحد يكيد لأهل المدينة، واللي بيكيد لأهل العلم واللي بيكيد لأهل الفضل فيها كل هؤلاء لهم نصيب من هذا الحديث. ولذلك ألقب بكل من أراد كيدا، كل من كاد لأهل المدينة ألقب في آية، انتظر في آية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكيد أهل المدينة أحد. طبعا الكيد هنا إيه؟ عموم، يكيدهم يريد بهم الشر، يريد بهم السجن، يريد بهم القتل. لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما الماع الملح في الماء. باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. باب الترغيب في المدينة يعني في سكن المدينة عند فتح الأمصار، حين تفتح الأمصار ففضل العيش في يعني بالمدينة. حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه صحابي الجليل أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم. تفتح اليمن، في بشارة اليمن دي لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن قبل، فتحت بعد ذلك. تفتح اليمن، طيب، فيأتي قوم يبسون أصل البس سوق الإبل، أصل البس سوق الإبل إلى إيه؟ إلى المكان الخصب. وفي رواية عند مسلم فيأتي قوم يبسون من المدينة، يبسون من المدينة التي في رواية عند مسلم فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، ينصحون الناس بالخروج من المدينة إلى المكان إلى مكان أخصب منها. إذن قوله فيأتي قوم يبسون هنا فيها لغات، يبسون بكسر الباء مع الضم، ويبسون يعني يبسون بضم الباء، نعم، فيها عدة لغات. يعني كل دي معناها ايه؟ كل هذه اللغات معناها ايه؟ يبسون ويبسون معناها الخروج، يخرجون من المدينة ويأمرون الناس بالخروج من المدينة، وأصل البس هو سوق الإبل إلى المكان الخصب. يبقى ينصحون الناس بالخروج من إيه؟ يأمرون الناس بالخروج من المدينة فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة حتى مع شدتها ومع ضيق العيش بها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشأم، والشأم بالهمز وبغير الهمز،
وتفتح الشأم الشام يعني، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. يأتي قوم يعني بعد تفتح الشام ويأتون المدينة، يخرجون من إيه؟ يخرجون من المدينة إلى ويأمرون الناس بالخروج إلى مكان أقصب منها بسبب ضيق العيش فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، خير من المكان الذي يريدون أن يذهبوا إليه. وتفتح العراق، وكل هذا بشريات من النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح العراق. والعراق دي كانت أرض فارس كلها، كانوا يعني وكانت أرض بسيطر عليها الفرس، وعمر رضي الله عنه هو يعني أجلاهم. هذه كلها بشارات يعني، وهذه كلها من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يعني يخرجون من المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. شاهد الحديث إيه؟ فيه ذنب من رغب عن المدينة يعني وتركها باختياره، ففي ذم ذلك، وفي فضل المدينة على غيرها من المدن، والمدينة خير لهم، يبقى هي أفضل من غيرها من البقاع، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والإمام البخاري يقول: باب من رغب عن المدينة، يعني مقصود باب اسم من رغب عن المدينة. رغب عن الشيء بمعنى ايه؟ كره الشيء، يعني رغب في الشيء بمعنى احب الشيء، لكن رغب عن الشيء كره الشيء. آخر الباب يأتي بإذن الله جل وعلا: باب في المدينة حين يتركها أهلها. غدا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ننهي إن شاء الله كتاب الحج بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.